هذا البرنامج برعاية اهلا بحضراتكم معانا الى الركن الحواري الاول في حلقه الليله من الحصاد، واللي هنتكلم فيها عن الثروه السمكيه، كيفيه الحفاظ عليها، الكشف عن الامراض في هذه الثروه السمكيه، الامكانيه تلافيها وامكانيه خلق بيئه اكثر صحيه لهذه الثروه. طبعا اتكلمنا مع دكتوره منى محرز منذ قليل حول شائعه اصابه امراض اسماك البلطي بالفيروس، ونفت هذه الشائعه وقالت ان الفاو كمان نفاها تماما او بالفعل اعترف انه لا يوجد ما يسمى بفيروس اسماك البلطي في مصر. هنتكلم عن هذا الموضوع وعن موضوعات اخرى لها علاقه بالاسماك ككل مع ضيوفنا اللي بنعتز بوجودهم معانا النهارده. دكتوره نشوى الياس، استاذ امراض الاسماك بمعهد بحوث صحه الحيوان، اهلا بحضرتك معانا. اهلا بك. والى جوارها الدكتوره ابتسام عبد الغني، استاذ امراض الاسماك بالمعهد، ايضا اهلا بحضرتك. اهلا بك. طبعا تخصصات مختلفه، فمعانا دكتوره نشوه متخصصه في البيولوجي، أيوة. لكن الدكتوره ابتسام تخصص طفيليات في الاسماك، فكل واحد بقى طبعا هيتكلم عن الجزئيه اللي بتعنيه، لكن عاوز ابدا الاول من موضوع فيروس اسماك البلطي. دكتوره نشوه، تعليقك على الموضوع ده وما اثير حوله حتى تم يعني التخلص منه النهارده باعتراف الفوضى. هو الحقيقه ان زي ما الدكتوره استاذه الدكتوره منى محرز اشارت انه للاسف ما بيبقاش في امانه او ما بيبقاش في دقه في الابحاث او في نشر المعلومات اللي هي هتعود بالاثر السيء على البلد. فالمعلومه اللي اتنشرت دي غير صحيحه في البحث، وبدليل انه الاو اي اي لم تذكر اي انديكيشن عن انه في مصر فيها هذا الفيروس، وفعلا احنا اخذنا عينات من اماكن مختلفه جدا وفحصناها ولم يثبت ابدا وجود هذا الفيروس في البلطي. هايل، وده هينتج عنه ان شاء الله انه ممكن الدول اللي علقت تصدير السمك تتراجع عن قرارها باذن الله بناء على هذه المعلومات. لكن ده لا يعني انه لا يوجد عندنا مشاكل فيما يتعلق بالثروه السمكيه. عاوزين يعني نطلع على هذه المشاكل والامراض اللي بتتعرض ليها ثروتنا السمكيه. دكتوره ابتسام، حضرتك تخصص طفيليات، واعتقد ان الثروه السمكيه عندنا اكيد زيها زي الثروه السمكيه في اي مكان في العالم تتعرض لبعض الامراض ناتجة عن طفيليات أو خلافه. كلمينا عن أبرز هذه الأمراض المتعلقة بثروتنا السمكية في مصر. هو طبعا بالنسبة للأمراض الطفيلية هي بتاخد حيز إلى حد ما، ممكن بعضها بيبقى بينتقل للأسماك بشكل مباشر، يعني تنتقل من سمكة لسمكة زي أنواع الطفيليات الأولية، ودي بتبقى صعوبتها نسبة النفوق فيها بتبقى عالية، لأنها طبعا ما بتديش فرصة إن نقدر نعمل عليها كنترول، يعني نسبة النفوق بتبقى عالية على طول في الأسماك. أنواع تانية من الطفيليات بتبقى بتحتاج إلى عائل علشان تكتمل دورة الحياة بتاعتها وتبتدي إن تنتقل من الأسماك إلى العائل النهائي، وغالبا بيبقى مثلا يكون الثدييات أو الطيور أو الإنسان. دي بتاخد دورة متكاملة، بحيث ان احنا لو قطعنا الدورة دي وموفرناش العائل اللي بينتقل من خلاله الطفيل، بقدر ان انا كده اعمل سيطرة بعدم اكتمال دورة الطفيل. هو صعوبة الطفيليات انها لو هجمت السمكة بتبقى مدخل او بتبقى يعني بنقولها خط دفاع اولاني، يعني مجرد ما هي بيحصل باصابه للاسماك بتدي فرصه للميكروبات الاخرى زي الفطريات وانواع البكتيريا الاخرى بتهاجم السمكه، وبتبقى اكثر عرضه للاصابه، ونسبه المناعه بتاعت السمكه بتقل، وبالتالي في السيطره عليها بيبقى اصعب شويه.
طبعا احنا اهم الاسماك او اهم المشاكل بتاعتنا المرضيه هي انواع من البكتيريا، الفطريات، الطفيليات. دي في المزارع طبعا بتبقى اكتر من في الاماكن اللي هي المسطحات المائيه اللي المفتوحه، لان الاستزراع ده بيدي حيز، بيبقى الاسماك بتبقى التزاحم بتاعها، نسبه البوليوشن في الميه، الحاجات دي كلها بتساعد على ظهور او بتعمل عائق لعمليه نمو الاسماك. ولو برضو التغذيه مش هي السليمه، برضو دي من الحاجات اللي هي بتقلل برضو فرصه من دوره استزراع نفسها واكتمال النمو بالشكل الصحيح. تمام، وهرجع لحضرتك برضو نتعرف بشكل اكثر تفصيليه على موضوع الفطريات، بما انه هو زي ما حضرتك ذكرتي الطفيليات، زي ما حضرتك ذكرتي انها ممكن تكون هي بدايه لاصابه بامراض اكثر خطوره او تؤدي الى نفوق بشكل اكبر. دكتوره نشوى، حضرتك تخصص بيولوجي، واحنا لا يخفى على احد حال كثير من المسطحات المائيه المصريه والبحيرات المصرية اللي كانت إنتاجيتها عالية جدا، تأكلت المساحة، أصيبت بقدر عالي من التلوث نتيجة لصرف صحي وصرف صناعي وغيرها من الأسباب الأخرى. ده أكيد مضر جدا للبيئة اللي بيعايش فيها الثروة السمكية. تأثير، أو يعني نتكلم عن البيئة اللي بينمو فيها الثروة السمكية في مصر. هو طبعا البيئة دي الانفايرومنت أهم عامل فيها هو المياه. لو جينا نتكلم عن المياه بنقول انه اي بارامترز، اي تغيير في صفات المياه او مكونات المياه هيؤثر بتاثير سلبي على الاسماك. زي مثلا في الصفات المياه هنلاقي الاس الهيدروجيني، هنلاقي الامونيا الغير متأينة، هنلاقي الكبريتات، هنلاقي السلفيت، الفوسفيت، وكل واحدة منها لو طبعا في permissible limit، لو علي النسب مسموح، النسب المسموح، لو عليت النسب المسموحة دي بتؤثر على السمك، قد تؤثر بالوفيات، وهقول لحضرتك ازاي. قد تؤثر بان السمكة نفسها انتاجيتها الريبرودكشن بتاعتها بتقل، بتؤثر على الفيش فيكانديتي اللي هي التكاثر بتاع السمك، وده من جزء من تخصصي. برضو التلوث طبعا الصناعي، التلوث الصحي الزراعي وما يحمله من مبيدات. طبعا المبيدات دي برضو ليها تأثير سيء جدا على الـ 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 الأسماك وإنتاجيتها. وعندي في القسم رسائل ماجستيرات ودكتورات أثبتت تأثير المبيدات، أنواع من المبيدات على الأسماك. برضو لو جينا نلاقي للمعادن الثقيلة، برضو المعادن الثقيلة دي بتؤثر تأثير سلبي على الأسماك، سواء صحة الأسماك، سواء حيوية الأسماك، سواء إنتاجية الأسماك. فكل السايكل دي كلها بتاعة البولوشن دي بتعتبر يعني العامل المدمر للأسماك. كتير قوي بيصادفنا مشكلة إن صحينا الصبح على في مزرعة ما نفوق، على نفوق جماعي، ونلاقي إن الأسماك طافية على وجه المياه. ده غالبا بيبقى نقص في الأكسجين المذاب أو ارتفاع الأمونيا. طيب هقف عند النقطة دي وهرجع افهم بالتفصيل، لان دي فعلا ظاهرة تكررت في الفترة كتير الأخيرة عندنا في مصر، وفعلا الناس بتخلط بين يعني اللي حضرتك قلتيه وبين في مرض او في فيروس انتشر في الأسماك وأدى إلى نفوقها. لكن معانا اتصال من الأستاذ محمد من الإسماعيلية. ألو، السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. احنا بنحييكم وبنحيي ضيوفكم وبنحيي دور الإعلام وقناة مصر الزراعية. شكرا لحضرتك. وبنشجعها وبنشجع دورها في توعية الفلاح وان هي بتناقش مشاكله، ويعني لنا بعض الملاحظات كده. اتفضل.
هنبقى نكون هدف في نهايه الدرس. طبعا الساده الافاضل الدكاتره يعني بنحيي كون جهودهم. احنا يعني عايزين نتكلم على خطوره حضرتك المعادن الثقيله بالنسبه للاسماك، خصوصا المزارع السمكيه اللي بتتغذى على الفضلات، المزارع الدواجن والفضلات اللي هي ايه اللي بتحتوي على المعادن الثقيله كالرصاص والزرنيخ والكيديوم، واثار كده على الاجسام. فيعني السيد الرئيس عاوزينها في البلد، وبنحيي فيه الاخلاص والامانه اللي هو حبه للبلد، فعامل حاجه جديده وكويسه اللي هي سلامه الغذاء. هل حضراتكم في دور وفي رقابه على ان الاسماك دي بتتفحص وبيتم اعتمادها زي مثلا ما بيتم اعتماد اللحوم في المجازر والحاجات دي؟ وهل السمك ده مطابق للمواصفات؟ وهل هو صحي وملائم ولا بيبقى السبب الرئيسي في الفشل الكبدي والكلوي، وان مصر موبوءه ثلث مصاب العالم في الفشل الكبدي والكلوي في العالم؟ مصر تحتوي بتفوز بحصه الاسد في الوباء ده. فعاوزين نشوف دوركم ايه ودور الاعلام في التوعيه والنصائح، بحيث ان المواطن المصري يرقى وينهض، وان مصر تبقى يعني اكبر بلد في المنطقه، وازاي ان سلامه الغذاء فيها لا تطابق اي مواصفات ادميه. نعم، بشكر حضرتك. السؤال واضح جدا استاذ محمد، واعتقد احنا ممكن نقسمه بين ضيفتينا. الاول يعني اتسقا مع كلام حضرتك، قلتي ان المعادن الثقيله خطيره، هو بيؤكد هذا المعنى طبعا. بس هو بيقول ان المعادن الثقيله دي ناتجه عن التغذيه السيئه للمزارع. اعتقد ان دي معلومه مش صحيحه. فالمعادن الثقيله ناتجه عن ايه، واثارها ايه على صحه الانسان؟ المعادن الثقيله بتبقى مين لي السبب الاساسي هو الصرف الصناعي، انه لو في المياه اللي واصله للاسماك ملوثه من مصانع بتصب في فطبعا بيجي لها المعادن الثقيله، ودي طبعا بتترسب في يعني في حاجه اسمها ظاهره البايو اكيوميليشن، اللي هي كل ما يرتفع نسبه المعدن في المياه كل ما بيتخلل بيدخل جوه السمكه وبيترسب في بعض الاعضاء في السمك. طيب هو عاوز نصائح ممكن ننصحه بيها علشان الحفاظ على صحة المواطن في حال تناوله يعني الأسماك، وبرضه عاوز يقول احنا دورنا ايه فيما يتعلق بسلامة الغذاء وصحته والكشف عن صحة الأسماك في الأسواق المصرية. هو زي ما اضافت الدكتوره نشوى، قالت ان التلوث اللي هو الصناعي ده من احدى مسببات المعادن الثقيله، برضه التلوث اللي هو الزراعي برضه ده بيبقى حامل مبيدات. المهم احنا بنقوله برضو بيختلف نسبته في الاعضاء الداخليه والاحشاء عن العضلات او اللحم اللي احنا بناكله. وطبعا مع الدراسه ثبت ان اللحوم اقل نسبه للباي اكيوميليشن لهذه المعادن الثقيله، فده يبقى شيء الى حد ما يطمئننا. الحاجه الثانيه ان احنا ده عمليه البريبريشن او عمليه اعدادنا للسمكه علشان احنا نتناولها وناكلها، لازم نعمل عمليه الايفاسيريشن او عمليه التجويف بتاعها صح، انضفها كويس جدا، ما اكلش بعض الاجزاء اللي هي ممكن اشك انها بتعمل عمليه اكيوميليشن للهيفي ميتالز دي، زي الخياشيم ابعد عن الاجزاء ديت، الراس نفسها، الحته اللي هي فيها الكدني نفسها اللي بتبقى لازقه في السلسله او فهي لازم دي ننضفها كويس جدا، الى جانب اديلها الوقت الكافي لعمليه برضو الطهي والكوكينج نفسها. ده برضو بيدي نوع من اقدر ان انا اسيطر على هذه الظاهره دي، وفي نفس الوقت الحواس نفسها يعني انا برضو ما ببتدي اتناول انا يعني كواحد كمشتري او مستهلك زي ما احنا بنقول كده، هو يتناول السمكه لازم ان هو بيمسكها بيشوف لونها، المظاهر الطازجه بتاعتها، بيشم الريحه بتاعتها، دي بتدي نوع من الامان ان هو يقدر، الى جانب المصدر نفسه ان انا ما اروحش اخد مثلا من مصادر الناس ان هم بايعين او متجولين في الشوارع، بيبقى متعرضه الى طبعا للتلوث والحراره والحاجات الحاجات دي كلها، ما بتبقاش في تلج كافي ولا عمليه يعني الحفظ بتاع اللي هو المظبوط. فطبعا الحاجات دي كلها احنا بنقول على قد ما بنقدر احنا طبعا نحد منها.
طبعا مشكلة عندنا في مصر دي عندنا من زمان برضو، ان هي استخدام مية المياه الزراعة السمكي ما بتبقاش مباشرة من النيل، لان في قانون من زمان طبعا بيحرم هذا الموضوع، ولغاية النهاردة احنا ما طورناش من نفسنا، وده من ضمن الحاجات اللي بتزود عملية البوليوشن، الى جانب الوعي بتاع الناس. يعني احنا برضو دايما نقول عمليه ان احنا ما نبقاش عمليه المخرجات نفسها نرميها في البحيرات او في المجاري المائيه او في المزارع السمكيه، لان ده بيزود العمليه اكتر. يعني انا بعمل عمليه استزراع في حيز بيبقى ضيق وبغذيها كويس وكل حاجه، الاقي المداخل الميه والحاجات دي كلها الملوثات، وخصوصا الملوثات العضويه، العضويه زي ما قلت لحضرتك مثلا ممكن تيجي من الثدييات او الطيور او من الانسان نفسه، من فضلات الانسان، دي بتدي دوره كامله برضو مثلا على سبيل المثال زي ما قلت الطفيليات، وبالتالي برضو البكتيريا والانواع الاخرى من الباثوجين انها هتزيد مع البوليوشن ده. تمام. كنا قبل الاتصال دكتوره نشوه بنتكلم عن انه احيانا بنصحى الصبح في مصر على حاله من النفوق الجماعي للاسماك في احد البحيرات مثلا الشهيره، منزله بقى من البحيرات بنقول ان في نفوق ومش عارفين سببه ايه، وبتبدا الشائعات بقى تنطلق ان ده فيروسات او غيره، والناس تبقى عندها هلع من تناول الاسماك. تفسيرك للظاهره دي ايه بالظبط؟ هو يعني 99% بيبقى الحالة بالظبط، حالة النفوق الجماعي دي اللي فجأة بتبقى سببها هو المياه. يعني غالبا ما حتى لما بيجي لنا عينات أسماك بتطلع إنها فري في البكتيريا، فري يعني ما فيهاش خالية، خالية من الطفيليات، ولكن العيب الرئيسي هو بيبقى المياه، انه حصل تغيير في المكونات بتاعة المياه، الامونيا عليت، الديزولفد اوكسجين اللي هو نسبة الاكسجين المذاب قلت، وبالتالي هو ده اللي بيبقى عمل النفوق. طيب خصائص الميه دي بتتغير ليه؟ نتيجه ليه انه مثلا معدل التلوث من الصرف الصحي او الصرف الزراعي والصناعي بيزداد في الميه دي؟ ممكن ده احتمال. في احتمال تاني لو الكثافه بتاعت الاسماك عليت، يعني المفروض مثلا انه في المتر المربع احط كذا ذريعه، لو كبر وبقت اصبعيات يبقى العدد يقل قليلا، لو بقت مثلا وزن نص جرام مثلا او يقل قليلا. ليه؟ لان عشان ادي مساحه في الحوض للسمك ما تبقاش في حاجه بنسميها الاوفر دنسيتي، يعني زياده الكثافه او ارتفاع الكثافه. احيانا ده بيبقى سبب من انه الكثافه عاليه وبالتالي الميه تتلوث من المخلفات، فطبعا يحصل برضو بولوشن ويحصل اختناق ويحصل هاي مورتاليتي يعني وفيات عاليه. دكتورة ابتسام، احنا عندنا بنعتمد على الاسماك المزارع السمكية اكتر بكتير من المسطحات المائية الطبيعية، هي الانتاجية الاعلى من المزارع السمكية، لكن انا حاسة من كلامكم ان المخاطر الاعلى او الابراد الاعلى ممكن تكون في المزارع السمكية اكتر من المسطحات المائية العادية. عاوزين يعني نحقق في هذه المعلومة، هل ده حقيقي ولا يعني مش شرط ان المزارع السمكية انتاجيتها كويسة؟ لا، هو المزارع السمكية طبعا هو التأسيس بتاعها لو بدأ البداية صح، وطبعا هيئة تنمية الثروة السمكية بتفيد في هذا الموضوع. يعني واحد عايز يعمل اي بروجكت بيبدأ البداية مش بينا احنا بيبقى النهاية، يعني هو البداية بيه هو، عشان هو اللي هيوفر له الزريعة، هيوفر له السبيس نفسه، الحيز هيقول له هتحط قد ايه زريعة في الكمية دي، مصدر المية الداخلة والخارجة هتبقى نظامها ايه. وزي ما قالت كده الدكتورة نشوة ان البداية هي المية، المية هي دي الاساس في كله، فلو بدأ بالجود هياجين، الهياجين الصح والبيئة الصح، هيضمن ان الدورة الانتاجية بتاعته هتبقى على اعلى مستوى، الى جانب التغذية طبعا ده شيء اساسي، هتبقى الانتاجيه بتاعته على اعلى مستوى، السمك هيبقى كويس جدا، هيبقى بلكي وهيطلع يعني بنسبه الانتاجيه بتاعته كويسه، يعني سمكه ممتلئه خاليه من الامراض، تعتبر هيلسي، هتتسوق بشكل كويس جدا، طالما هو كل الحاجات دي كلها بيراعيها. هي بس في بارامتر واحد بس يمكن ده بيبقى خارج عن ظروفنا، وهو التغير المناخي.
اما بيجي بيحصل لحضرتك التغيرات المناخيه دي بتلعب بتعمل لخبطه في كل البارامترز اللي احنا بنقول عليها ان احنا بنظبطها، احيانا دي بتعمل شيفت شويه وتروح ملخبطه شويه يعني في. انا عارفه الدكتور رشوى عندك اضافه، بس اسمحي لي اخد بس تليفون وارجع لحضرتك على طول. معانا الاستاذ السيد من بورسعيد، اهلا بحضرتك، اتفضل. اتفضل يا فندم. الفكرة لو سمحت يا فندم، في صيادين بيجيبوا سمك من مية بحر البقر. صيادين بيجيبوا سمك من مية بحر البقر؟ ايوه يا فندم. فحضرتك بتسأل يعني عن ايه؟ عن ان اذا كان المية دي مناسبة وان السمك ده مناسب ولا لا؟ ما انت يا فندم، مية بحر البقر دي مية ملوثة 100%. فحضرتك يعني بتتكلم عن الرقابة وعن ان اذا كان السمك ده مثلا صالح لاستهلاك الادمي ولا لا؟ ايوه يا فندم. طيب في اسئله ثانيه استاذ سيد؟ لا يا فندم، انا بس هنعمل مواظبه شويه على الاسماك ديت لان هي بتعمل فشل كلوي وحاجات وحشه جدا. طيب انا بشكر حضرتك وهنجاوب عليك. حضرتك دكتوره نشوى كنت عايزه تعلقي على السؤال اللي فات المتعلق بالمزارع السمكيه مقارنه بالمسطحات المائيه، ونجاوب برضه على الاستاذ سيد بعدين. هو الحقيقه يعني انا في رايي الشخصي انه احنا حاليا في عصر ذهبي في موضوع الاستزراع السمكي وفي قسم بحوث أمراض الأسماك، في وجود طبعا الفضل يرجع لربنا أولا، ثم لاثنين، الأستاذة الدكتورة منى محرز نائب رئيس، وهي بنت المعهد، وهي حاليا نائب وزير الزراعة لشؤون الداجني والسمكية، والحقيقة أن هي من أول ما تولت هي ومعاها مدير المعهد الأستاذ الدكتور ممتاز شاهين، يعني ركزوا مجهودهم كله على الاهتمام بالبحيرات. دكتورة منى كونت لجنة كان فيها عضو منها الأستاذ الدكتور محمد نجيب رئيس القسم، رئيس قسم بحوث أمراض الأسماك، وكنا بنطلع طلعنا لفينا تقريبا البحيرات كلها، إن احنا نعاين كل بحيرة، ناخد منها عينات سواء مياه أو أسماك، نشوف إيه مشاكل البحيرة، ليه الإنتاج فعلا زي ما حضرتك سواء قل أو انعدم في بعض البحيرات، وابتدينا نحط حلول، وابتدت الدكتورة منى محرز تنفذ الحلول دي. فأعتقد يعني أنه في الأيام القادمة إن شاء الله أنه هتبتدي بعض المشاكل اللي كانت موجودة في بعض البحيرات هتزال. هو ده طبعا له علاقه بتطهير البحيرات، ده ممكن يعني جزء نقدر نعمله، لكن في اجزاء اخرى متعلقه بان الوزارات الاخرى تتعاون معانا، في وزاره البيئه ووزاره الصناعه وغيرها من الوزارات اللي بتسمح بالصرف الصحي او الصرف الصناعي على البحيرات، اللي هو ده السبب الاساسي يعني في تلوث المياه. بالذات الدكتوره منى كانت بتركز على صحيح، وهي مشاكل البحيرات كلها واحده، هي هذه المشكله يعني رغم ان الواحد فعلا بيحزن انه مصر ربنا حباها بمساحات شاسعه من المياه، كان المفروض انه الانتاج السمكي مش بس يكفينا ويبقى الاسماك رخيصه سعرها، كمان ان احنا ممكن نصدر. طب انا هاخد اتصال تاني ومش هنسي الاستاذ سيد، هنجاوب عن السؤالين مع بعض. معانا الاستاذ سعيد من الشرقيه، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك احنا منطقه بحر البقر، مثلا بحر البقر بيجيب الصرف الصناعي والصرف بتاع المدن القاهره والجيزه، كل ده بيصب هنا عندنا وبيزرعوا السمك على الميه دي. بيعملوا مزارع سمكيه بالميه دي؟ بيعملوا مزارع سمكيه وموجوده الكتره ده، الاف الافدنه موجوده على مياه الصرف الصناعي والصرف الصحي والصرف الزراعي. هل الاسماك دي اسماك ملوثه حاليا؟ طبعا. وتضر صحه المواطنين؟ عاوزين يعني ايه الموضوع يكون موضح للناس. حاضر استاذ سعيد، بشكر حضرتك، وهو ده نفس السؤال اللي ساله الاستاذ سيد ايضا من الشرقيه والبورسعيد، البلدين او المحافظتين بيتكلموا عن نفس الشيء. يعني تحبي حضرتك تجاوبي على السؤال ده فيما يتعلق بالصرف الصحي والصرف الصناعي؟ طبعا انا عارفه انه دوركم بحثي،
وانه دور الرقابه او يعني محاصره الحاجات دي يعني دور ممكن مسطحات مائيه او غيرها. لكن يعني على المستوى البحثي لما يكون السمك معرض للاجواء دي هل هيكون ملائم ان احنا ناكله ونستهلكه ادميا ولا لا؟ لا طبعا ما يستخدمش خالص، ما يفضلش كده. فعلشان كده ما بتكون اي منطقه ملوثه بيحصل لجان مشتركه ما بيننا وما بين وزاره الري والمسطحات المائيه، وكله بيشارك وبيتسحب عينات وبيبتوا في هذا الامر، بحيث ان هي لو المواصفات للاستهلاك الادمي مش مظبوطه المفروض انهم يمنعوها، او بمعنى اصح كان فعلا في بعض الاحوال كانوا بيعملوا بيصدروا قرارات ان تتشال مثلا اذا كان في اقفاص او في اي حاجه تتشال خالص من المكان دون، وما يستخدمش خالص السمك ده للاستهلاك الادمي. الى جانب زي ما قلت لحضرتك حته التوعيه يعني بتاعت الناس ان ما يبقاش حته الفضلات او انها تنزل في المجاري المائيه، وبالتالي نزود او اللي بيرمي في المصانع مخرجات المصانع برضه ترمي في المياه، او الصرف الزراعي والحاجات دي كلها احنا اللي بنأذي البيئه بنفسنا يعني بايدينا. وفي نفس الوقت هي طبعا المشكله اللي بداوا انهم في حلها دلوقتي زي ما قالت الدكتوره نشوه برضو، ان الدكتوره منى محرز طبعا تكوين اللجنه القوميه دي طبعا انها بتشارك جميع الاراء كلها مع بعضها لوضع حل او حلول لهذه البحيرات. يعني على سبيل المثال احنا مثلا شفنا بحيره قارون على الوضع الطبيعي او الجديد، حاولوا انهم يعملوا حزام اخضر حوالين البحيره بحيث انهم يشجروا او يعملوا نباتات حواليها تعمل عمليه تصفيه او تنقيه الى الميه الى حد ما، الى ان هم بيعملوا تكريك للمي للارضيات بتاعتها ديت لقاع البحيره. فطبعا الحاجات دي كلها بتاخد وقت، يعني العمليه المشكله لانها دي متفاهمه من زمان يعني بقى لها سنين، فكنا ان احنا نحلها مش هنحل شيء جذري على طول في ساعتها، بتاخد برضو وقت، الى جانب برضو الناس تشارك وتساهم في هذه المشكله في حل المشكله دي، وربنا ييسر الحال فيها. دكتوره نشوى حضرتك عايز تضيفي اضافه برضو؟ اتفضلي. هو لو هنتكلم في المجال البحثي وهو ده برضو شق اساسي من شغلنا، يعني بالنسبه لموضوع البولوشن والتلوث زي ما قلت لحضرتك، يعني هو مش بس بيأثر على الانسان، لا ده الخطوره كمان ان هو بيأثر على انتاجيه الاسماك. انا ليا بحث واتنشر بره، البحث ده التاثير كان على سمكه البلطي، كان تاثير الهيفي ميتلز العناصر الثقيله زي بالتحديد الكادميوم والزيبق. تخيلي حضرتك ان السمكه اللي هي بنقول عليها في موسم الاخصاب، يعني المفروض ان المبايض ممتلئه وفيها بويضات وصالحه للاخصاب، البويضات تقريبا كانت ضامره، يعني بمعنى اخر اصبحت السمكه عقيمه، رغم انها ممكن، ودي الخطوره، رغم انها ظاهريا هي سمكه سليمه، الوزن هي وزن سليم مثلا 100 جرام 120 جرام، يعني كل الظواهر الخارجيه تقول انها سمكه تخصب، ولكن لما تيجي تفحصيها تلاقي ان المبايض ضامره، تلاقي ان الحيوانات المنويه الموجوده كلها ميته، إذن هي سمكه غير قادره على الاخصاب. ده بالنسبه للعناصر الثقيلة. زي ما ذكرت قبل كده برضو بالنسبة للمبيدات، أنا عندي رسائل في الوحدة، يمكن كان ليهم الفيرست ريكورد، يعني بنسميها أول سابقة في بعض المبيدات، برضو أثبتت أنه السمكة المناسل بتاعتها البويضات بتبقى ضامرة. ده الأصعب من كده بقى إنه قد تتحول من الذكر إلى يعني يحصل بنسميه بالإنجليزي intersex، وده يبقى طبعا السمكة لا هي شغالة كإناث ولا شغالة كذكر، وبالتالي هي سمكة غير منتجة
على الإطلاق. ممكن تلاقي بويضة تكونت في الخصية، طبعا ده بيؤثر كل، ممكن تلاقي الحيوانات المنوية كلها ميتة، والحاجات دي اثبتناها. وزي المهم يتم التحرك بقى زي ما تفضلتم كده ان شاء الله علشان تنقية المياه اللي هي اساس كل ده. معانا اتصال من الاستاذ حسام من الاسماعيليه، اتفضل. اهلا بك يا فندم. اهلا يا فندم، اتفضل. انا بحب ارحب بس بالاستاذ الدكاتره يعني، وانا ساكن في مدينه الجندره غرب اسماعيليه، فبشوف يعني موضوع بحر الفجر اللي اخواننا المزارعين اتكلموا فيه، فبقول يعني ان فعلا الدوله لها جهود كبيره فعلا ومرفوضه في مجال السمك في الفتره اللي فاتت، فيا ريت يعني اقتراح بسيط اللي احنا مثلا عربيه بحر البقر ده نعمل لها محطات تنقيه ورفع، ترفع سواء تستخدم في الانتاج الزراعي او في انتاج السمك، ده يعني اقتراح احنا. بشكر حضرتك، والاقتراح ده اكيد يعني موضع احترام وتقدير. مش عارفه يمكن لسه ما فيش اعتمادات ماديه كافيه، لسه ما فيش بدائل، لكن اعتقد ان ده اصبح شيء حتمي لازم يحصل اذا كنا فعلا بصدد الحديث عن مشروع قومي للنهوض بالبحيرات، فيبقى يعني من الاولويات ان احنا نتجه لهذه التنقيه. دكتوره ابتسام، في امراض مشتركه ما بين الاسماك والانسان؟ طبعا نتكلم عنها. هي طبعا من اشهر الحاجات اللي هي بتتنقل في اطوار ديدان التريمادودا او دي حويصلات، بتبقى موجوده في عضلات الاسماك، وخصوصا مثلا احنا طبعا مش بنخوف الناس، احنا دي حقيقه على اساس ان البيئه بتاعتنا زي منطقه وادي النيل بتبقى في نوع من القواقع. القواعد دي تعتبر زي عائل بينقل الطور اليرقي اللي بتحمله الاسماك دي في جسمها، ومنها الانسان لما بيجي بياكلها بيعتبر عائل نهائي تكتمل فيه البويضات ديت او اليرقات دي وتبقى دوده كامله النمو. طبعا من اشهرهم اليرقات التريماتودا دي بتبقى موجوده في اسماك البوري واسماك البلطي. طبعا هي خطورتها اما بياخدها الانسان بشكل غير مكتمل، يعني مثلا واحد راح شوى سمكه مثلا ما كانتش كافيه في عمليه الشوي بتاعها او عمليه القلي او الطهي، او ما جمدهاش. وخصوصا المشكله دي على فكره بتظهر في اللي هي المناطق الساحليه، الناس اللي بيحبوا منهم ياكلوا من العادات بتاعتهم ان الاسماك تبقى طازجه بياخدوها من البحر او من البحيره او كده ويعدوها على طول وياكلوها في ساعتها، فطبعا ما بيبقاش في وقت كافي لموت او تجميد هذه اليرقات في الفريزر. من بتحط في الفريزر بعض يعني الافضل ما نستهلكش السمك مباشره. تمام. الافضل يتم حفظه في الفريزر وبعد كده نطلعه ونستخدمه. ان انا اخده في احيانا الناس يقول لا احنا عشان يبقى طازه. صحيح. لا، طب انا اخده بحالته اللي هي الطازجه المظبوطه وابتدي ادخله الفريزر بحيث ان امنه ان في خلال يومين ثلاثه تبقى اليرقات دي انها خلاص بقت ماتت وملهاش اي تاثير. بعد كده هو برضو عن طريق التمليح المش مكتمل، ان برضو الظاهره دي بتبقى ظاهره قوي عندنا في موسم شم النسيم، الناس بتاكل اسماك البوري اللي هي اللي بتبقى المملحه ديت ما بتبقاش برضو مكتمله التمليح بتاعها، بتبقى اليرقات بتبقى لسه برضو موجوده. طبعا دي بتعمل الام في البطن، بتعمل اسهال مدمم، بتعمل مشاكل كتيره وكده هون، وخصوصا ان اليرقات ديت بتبقى ليها زي نوع من الاشواك او بتبقى طبعا مؤذيه جدا وبتاثر على القولون. وبعضها لقوها ده كريكورد ان بعض البني ادمين انها اتنقلت الى عضله القلب وهجرت برضو للمخ وعملت وفيات في بعض يعني فئات من الناس او الحالات. حاجة تانية مشكلة كانت عندنا في مصر خدت حيز كبير شوية، اللي مثلا زي ديدان الكابيلاريا، وده نوع تاني من الديدان غير اليرقات اللي هي التريماتودا، دي يرقات الديدان الاسطوانية دي. كانت مشكلتها ان هي لقوا بعض حالات من الهيومن يعني اصيبت بالكابيلاريا دي، بالرغم ان الدوده دي اسمها كابيلاريا فيليبينينسيس ان هي الموطن بتاعها الاساسي في الفلبين، بس هي انتقلت لينا عن طريق الاسماك اللي هي المستورده زي سمكه الكارب دي او اسماك المبروك اللي احنا بنحب نستزرعها او بتكون اكله للسنيلز بتاعتنا في المزارع.
فعن طريق ان هي اترمت في المزارع هنا هو انها اليرقات بتاعتها كانت موجوده في الاسماك دي، وبرضو بالطريقه اللي هي الغلط. احنا طبعا احنا شعوب بنحب عمليه، احنا متقنين جدا في عمليه اعدادنا تنظيفنا، الاكل بتاعنا في السمك بيبقى كويس. اما الشعوب التانيه اللي هي زي جنوب شرق اسيا والصين وكده هو انهم بياكلوا الاكل اساسا بيكون غير مكتمل مش مطهي وزي أساس. السوشي والحاجات دي كلها، عشان كده هم بيصابوا بالامراض دي كتير. فحصل ان اليرقه دي ان ما هي عملوا لها رصد وعملت نفوق في فتره وجيزه ورصدوها في النمر وهنا عندنا في مصر، جابوا من الكيس هيستوري بتاعت الناس دول لقوا انهم كانوا بيتغذوا على الاسماك اللي هي المستزرعه بالتحديد. ده اداهم خيال ان هي فعلا انها جايه لهم عن طريق الاسماك اللي هي المستورده وحطوها في المزارع، وبالتالي ان اليرقه دي ابتدت تنمو وتنتقل للاسماك بتاعتنا وبالتالي اتنقلت للانسان. حطوا لها برضو توقع تاني ان ممكن يكون عن طريق الطيور المهاجره، احنا برضو نحط توقع ان ممكن تتنقل للمزارع بتاعتنا برضو من خلال الطيور المهاجره، على اساس ان حيز الاسماك المستزرعه بيبقى بتعتبر مغلق، فبالتالي بتدي فرصه برضو ان هي تنمو. والطيور زي ما حضرتك عارفه انها بتبقى مرافقه لاي نوع من الاستزراع السمكي، بتنزل انها تحب تلقط في الاسماك وكده، هو بالتالي دوره الحياه بتاعتها بتكتمل فيها. بس برضه هو في النهاية زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان ليه الطفيليات اقدر ان انا برضه الكنترول بتاعي ان انا انضف باسرع وقت ممكن، اديها الوقت الكافي ليها في الطهي عشان برضه زي ما حضرتك قلتي مش بنخوف الناس، لكن بندي تحذيرات ان الوسيلة الامنة للتخلص على الحاجات دي اللي هي بتبدو انها حاجة تخض دود وكده، لكن بالظبط يعني التخلص منها سهل جدا بالتجميد بالزبط. والاعداد الجيد والطهي الجيد بعد التجميد بالظبط، واثناء برضه التنظيف يعني عملية البريباريشن نفسها في المطبخ او اللي بيمسك برضو احط بالي، مش معنى دوده ان لازم اشوفها بعيني المجرد، لا بتبقى صغيره جدا، حتى ساعات بيسموها في اللبنانسيز بيسموها الهير ورم، يعني اساس انها دوده زي الشعرايه الصغيره وبتبقى حجمها صغنن جدا فما بتتشافش بعين المجرد. فبرضو من النوع الامان ان مثلا تلبس جلافز في الايدين، ان السكينه اللي انا بعمل بيها ما بقاش الوز بيها المكان، انظف زي ما احنا كده بننظف مثلا اي نوع من الدجاج، ان هو بيقول لك خلي بالك على اساس ان اي نوع من الميكروبات او السالمونيلا او الكلام ده كله تيك كير منها. برضو الاسماك لازم اتعامل معاها بحذر برضو، ان ربما الحاجات البسيطه دي اللي انا مش بشوفها بعين المجرده تنتقل وكده. انا بشكر وجودكم معانا، وان شاء الله في لقاءات ثانيه نكمل حديثنا عن موضوع الثروه السمكيه اللي هو موضوع مهم جدا بالنسبه لنا، وهنتكلم عن المعامل ان شاء الله المره الجايه وعن التطور اللي شاهدها وسعينا للاعتماد والجوده. لكن بشكر وجودكم ومعلوماتكم تم والاعتماد تم الف مبروك الاعتماد، وان شاء الله يحصل كمان استاذ دكتور ممتاز ان احنا اعتمدنا القسم قسم أمراض الأسماك في بعض الفحوصات البكتيرية وفي البيولوجي فحوصات المياه. هاي الألف مبروك، وإن شاء الله يعني يتم برضو اعتماد كل الأقسام الأخرى، ويكون ده فتحة خير لنا في قدرتنا على التصدي لأي أمراض لها علاقة بثروتنا السمكية. شكرا دكتورة نشوى إلياس أستاذ أمراض الأسماك بمعهد بحوث صحة الحيوان، شكرا جزيلا لحضرتك. وشكرا للدكتورة ابتسام عبد الغني أستاذ أمراض الأسماك بمعهد بحوث صحة الحيوان، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. لسه فقراتنا متواصلة مع حضراتكم، بعد الفاصل هنستقبل مجموعة من المزارعين والفلاحين المصريين اللي هنكلمهم عن كتير جدا من المشاكل الزراعية والموضوعات الزراعية المطروحة حاليا، سواء السلع أو الزراعة التعاقدية، سواء تسويق سلعهم، الأسمدة، التعديات على الأراضي الزراعية، كل ما يهمهم ويهم شؤونهم الزراعية بعد الفاصل معهم إن شاء الله. هذا البرنامج برعايه